طيب كريم، عدد كبير بنسمع في الجرايد والمواقع وعبر السوشيال ميديا ان عدد كبير من العروض جاء للاعيبه النادي الاهلي. انا بشوف ده طبيعي اكيد بعد اي بطوله كبيره، خصوصا كمان ان الجيل الحالي كابتن اسلام حقق ثلاثيه قاريه صعبه. شفنا لغايه النهارده بتظهر فيديوهات بتعليقات مختلفه لهدف التعادل وبنسمع بلغات مختلفه. ده النادي الاهلي انت بتتكلم في ترند عالمي، يعني النادي الاهلي ناس عارفاه، ناس عارفه علي معلول، ناس عارفه كل اللعيبه، يعني كل المعلقين في كل حته. حتى انا سمعت النهارده تقريبا معلق من وسط افريقيا، يعني بيتكلم لغه من لغات وسط افريقيا، بيتكلم في الترجمه واضح ان هو عارف كل المعلومات عن النادي الاهلي. بتتكلم عن نادي عالمي فعلا، يعني النادي الاهلي النهارده بكل امانه الناس دلوقتي فعليا بره بتقارنه كاسم وتاريخ بريال مدريد، يقول لك ده النادي الوحيد اللي عنده ما يشبه تاريخ وبطولات ريال مدريد. فطبيعي لما النادي الاهلي واللعيبه دي بتحقق هذا الكم من البطولات، طبيعي ان هم بيبقوا مصدر، يعني في انديه بتبص لهم كتير. وانا بشوف ده امر صحي، مفيش مشكله طبعا. طبيعي ان النادي الاهلي من الانديه الكبيره، ومفيش مشكله يبقى في دوره انتقالات لاعبين تماما. ان احنا برضو بكل امانه انا حابب ان احنا وصولا ل 2025 بكل امانه محتاجين ان احنا نطور برضو من نظرتنا للاعبين المحترفين، وان احنا نعلى شويه بالكلاس اللي احنا بنجيبه. النهارده النادي الاهلي عنده القدره ان شاء الله ان هو ممكن يجيب كلاس بي من اوروبا. اه طبعا ما نجيبش كلاس اي، صعب قوي، لكن ممكن يجيب كلاس بي من اوروبا، نجيب لعيبه تقدر تخلينا ننافس في بطولات المونديال اللي هتختلف. طبعا حضرتك عارف بطوله 32 فريق مختلفة تماما تماما ككل حاجة وكاستعداد وكتنظيم. احنا بنتكلم بالظبط بالظبط كأن منتخب مصر رايح كأس عالم كبير، وكمان الأندية الأوروبية وأندية أمريكا اللاتينية هتبص للبطولة دي وهتلعب فيها بطريقة مختلفة تماما. مش فكرة بقى نروح ألعب سيمي فاينل وبعدها ثلاث أيام هلعب فاينل، فالموضوع بالنسبة لي سهل. لا، أنا هروح ألعب دور مجموعات ويبقى ممكن في مساحة للمفاجآت. فأنا إن شاء أنا أعتقد ده مفيش مشكلة طالما يتوافق مع سياسة النادي الأهلي في دخول وخروج اللاعبين. بس أنا بشوفه أمر صحي وطبيعي، ومفيش أدنى مشكلة لو النادي الأهلي بيشوف إن أنا هخرج لعيب وأجيب قدامه حد تاني. الدورة نفسها مفيهاش مشكلة، وده أسلوب الأندية العالمية في كل القارات. في قواعد برضو للنادي الأهلي في رحيل أي لاعب. يعني أول حاجة رأي المدير الفني. النادي الأهلي مش بيمشي كده لعيب في نص الموسم عشان يجيب فلوس وخلاص، لا، النادي الأهلي ليه قواعد وضوابط معينة. أول حاجة رأي مارسيل كولر، رأيه هل موافق اللعيب ده يمشي ولا لا. الحاجة التانية هل أنت هو النادي الأهلي وفر له البديل ولا لا. الحاجة التالتة القيمة المالية المناسبة للنادي والمناسبة للاعب. فالثلاث حاجات دول هم الأساس اللي بيقيم عليهم إذا كان اللاعب ده ممكن يمشي ولا لا.